وكفاء وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورفع. أما بعد، ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغلق شر، آمين يا رب العالمين. أما بعد، ما زلنا بصدد الحديث عن المسلمين والمؤمنين والصابرين والصائمين والحافظين خروجهم والمتصدقين والذاكرين الله ذكرا كثيرا. أنا ما زلنا نتحدث في بداية الآية 35 من سورة الأحزاب. إن المسلمين والمسلمات، هذه الدرجة الأولى، والمؤمنين والمؤمنات درجة وسطى، والقانتين والقانتات. قلنا المسلم من أسلم أمره كلية إلى الله، لا شراكة في الاستسلام مع الاستسلام لله. والمؤمن والمؤمنات اللي عندهم عقيدة مطلقة أن الله واحد لا شريك له، وأن أسماءه الحسنى كما ذكرت، وأن الملائكة حق، وأن الجنة حق، والنار حق، والمرسلين حق، والكتب السماوية حق. حرفت الثلاث وبقي قرآن لم يمس أبدا، وأنا له لحافظه. والمؤمن والمؤمنات، وتحدثنا كثيرا عن الإيمان، والقانتين والقانتات. القانت هو الذي يطيع وهو متذلل وذل، ولا يخشى أن لا يلقى الله وهو راض عنه. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، أي اللي هو من لوث براءته بشيء دخيل عن الإسلام، دخيل على الإسلام. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني لا يفت بعضدك في الالتزام بدين الله أي شيء. لا عذر لنا عن دين ارتضاه الله لنا، لا نقبل أن ترضخ أنفسنا ولو لحظة لما سوى ديننا. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، يعني لا كبرياء عنا ولا ادعاء باطل عنا. والمتصدقين والمتصدقات ويؤتمون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأحسن كما أحسن الله إليك. واعفوا واصفح كل سلام، العفو والصفح الكل من الصدقة. والصائمين والصائمات، صاموا الناس منذ أصول الحفاظ، صاموا الناس بل عادة لا عبادة. وحد الآن يعاني من هذه خدعة الإبليسية. أغلب الناس كي يرمضان يكف عن التدخين، وكف عن السماء، وكف عن اللواط، وكف. لكن بالحقيقة هو التزم بعادة ونسي العبادة، فربما صومه لم يكن في شيء لله. حناه عمل بن آدم كل له إلا الصوم. هو مسؤول لله، والله يعلم كيف يجزي به. والحافظين خروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا. شكون يكون ربي اليوم صدق بأدب، بيقين، بحرص على عدم إخضاب المولى؟ شكون يذكر الله وفعلا قلبه غير ناضج أو غير واعي؟ يعني حتى بعلم نفس ناضوا الناس اللي ما عندهمش انتباه لشيء يعموا عليهم يعرف. واللي مش عارف اللي هو بيد الله عند ذكري فلا ذكر له، لا يذكر عند الملأ الأعلى، ولا يذكر عند الله، ولا يذكر عند المؤمنين. ثم لا يذكر يوم الحساب بعمل ما لا مقبول من لدن الله. الذكر ليس لسان يتحرك، بل كيان حاضر مع الله يعطي الله قدره، وهو يحتمي بحسنه ويثق في أن دعاءه مستجاب إن أحسن الدعاء.
أي تيقن أن الله هو المخاطب الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والذاكرين الله كثيرا لا نمل ولا نكلف الذكر. نحن عباد، نحن لا قوت لنا إلا الذكر، روحا وفكرا وعاطفة ومادة وطاقة ومجرد. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. يليك طامع مشاكيك ربي، هؤلاء من أعد المغفرة والأجر، هؤلاء الذين ذكروا وربنا سبحانه وتعالى حدد أوصافهم بدقة حتى لا يلتبس الأمر على أي أحد يريد الخير لنفسه ولغيره. ثم أنا إن شاء الله ننتقل إلى الآية التي تليها بحول الله.